معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة يصدر قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل مختص بدراسة الآثار المترتبة عن دخول مياه الأمطار إلى مستشفى النهضة ليرفع تصوراً حول المقترحات والحلول المتاحة خلال أسبوعين. بتنظيم من جمعية الصحفيين العمانية يبدأ المؤتمر العام الخامس لاتحاد الصحافة الخليجية أعماله للوقوف على آخر المستجدات في العمل الصحفي الخليجي الذي يشهد تطوراً مستمراً. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار نحو الأراضي السورية رداً على قذيفتين صاروخيتين أطلقتا منها باتجاه شمال هضبة الجولان. الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بفرض عقوبات جديدة عليها بسبب مسؤوليتها في تدهور الوضع في شرق أوكرانيا، وزعماء أوروبا ينددون بمقتل مدنيين في عمليات القصف العشوائية لمدينة ماريوبول. المنتخب الأسترالي يستغل عاملي الأرض والجمهور ليبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل ضمن الدور نصف النهائي.